رجل مسلم وملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، وعند قيامي بأداء الصيام في شهر رمضان تكون عندي إجازة من العمل، وبذلك أكون طول الليل أتعمد السحر يوميا بحيث تستمر هذه السحرة حتى منتصف الليل، وذلك حتى أنام في النهار كثيرا، وبذلك لا أشعر بالعطش. هل صيامي صحيح في حالتي هذه؟ نعم، صيامك صحيح، لأنه ليس من شرط الصوم اليقظة. فلو أن الإنسان نام في صيامه يوما طويلا كان صيامه صحيحا مبرئا لذمته، ولكن يجب عليك أن تستيقظ لأداء الصلاة جماعة في المساجد، ولا يحل لك التهاون بصلاة الجماعة. ومن المعلوم أن الأفضل للصائم أن يتشاغل بالطاعة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يقرب إلى الله.